الريبون بار. الريبون بار هو متغير كليا حسب وضع البرنامج، ولك الحرية في عمل ريبون بار الخاص فيه. فالآن تلاحظوا بشكل افتراضي في السيفل 3D يكون عندك مرتب بهذا الشكل تمامي، يعني عندك تابل خاصة في الهوم، في الانسيرت، في الانوتيت، في الموديفاي، اناليز، فيو، وصولا الى اخر وحدة. طيب الان هذا الريبون بار خلينا نفهم كيف راح يتكون عندك، حتى اذا تفكر انه تقوم بتخصيصه اكثر حتى يلائمك في عملي في العمل، فكيف راح يكون عندك. الريبون بار هو يحتوي لك على مجموعة التابات، وكل تاب تحتوي لك على جروب اور بانل. يعني على سبيل المثال مثل ما تلاحظ ان هنا يقول لك كرييت جراوند داتا، يعني هذه بانل تحتوي لك على مجموعة الادوات الخاصة في عملية كرييت جراوند داتا. لو تضغط عليها بهذا الشكل راح يظهر لك ادوات اخرى هي مضمنة لكن هي غير ظاهرة، اذا هو يظهر لك فقط الادوات اللي موجودة عندك بهذه الصورة. هذا الكلام يبدي يتكرر عندك على كل الادوات الاخرى. فانا حتى اصل الى الاداة المعنية فاذهب الى التاب المعنية، ثم بعد ذلك الى البانل المعنية او الجروب مالتها، ثم بعد ذلك ابدي اختار هذه الاداة. طيب هذا الجروب اللي موجود عندنا انا استطيع طبعا من عملية تخصيص، يعني على سبيل المثال هذا اللي كرييت ديزاين لو تضغط عليه بهذا الشكل راح يحتوي لك على هذه الادوات اللي موجودة عندك بهذا الشكل. لما انت تبدي تحرك مؤشر الماوس عنه راح يبدي يختفي، تستطيع انه تضغط على هذا الايكون اللي موجوده انت تعمل بن عليه راح يكون عندك بن، يعني حتى لو تبدي تشتغل لا يختفي، يمكن تضغط عليه بهذا الشكل راح يبدي يختفي عندك اثناء عمليات العمل. اضافه لذلك تستطيع انه تقوم بترتيب التابات حسب يعني حسب النظام اللي انت تحبه من خلال السحب والافلات، تستطيع انه تسحب الانوتيت تبدي تضعها قبل الانسيرت وهكذا، يعني تعمل تخصيص له. ايضا تستطيع انه هذا الكلام تبدي تكرره على الجروبات او البانل الحاويات اللي موجوده عندك. على سبيل المثال تقول انا ابدي استخدم دائما الكرييت، ابدي اسحبه بهذا الشكل وابدي اضعه هنا بهذا الشكل، فراح يكون عندك قبل الكرييت جراوند داتا، ابدي اسحبه بهذه الصوره حتى ابدي ارجع للشكل الافتراضي. ايضا تستطيع انه تقوم بعزل البانل او مجموعة الادوات وتضعها في اي جزء من النافذة، يعني على سبيل المثال ابدي اسحبها بهذا الشكل واضعها راح تبدي تجيك بهذه الصورة. نفترض انه انت تستخدمها دائما تستطيع انه تضعها باي جزء انه تحب تقوم بوضعها على الشاشة، فتضغط على الايقونة اللي موجودة عندك ريتيرن، يا راح يعمل لها ريتيرن على التاب المعنية. اذا إلك الحرية في تخصيص الريبون بار، وطبعا إلك الحرية أصلا في عمل ريبون بار خاص فيك، يعني وضع خاص فيك حتى يكون عندك العمل أكثر تنظيما. أيضا تستطيع أن تقوم بإخفاء الوضع الخاص فيه، مثلا لو تضغط على التاب أي تاب تضغط عليها مرتين بهذا الشكل كليك كيسر مرتين راح تبدي يخفي لك مجموعة الأدوات، يعرض لك فقط البانل، وكل بانل لما تأخذ عليها أوفر راح يبدي يعرض لك الادوات الخاص فيها. لما تضغط عليه بهذا الشكل راح يبدي يعرض لك فقط التاب، ولما تقوم بعمل اوفر على كل تاب يعرض لك مجموعة الادوات الخاص فيها بهذه الصورة. ايضا تستطيع الضغط مرة اخرى بهذا الشكل راح يبدي يغير لك الى وضع اكثر، انه فقط لما تضغط على التاب يبدي يعرض لك مجموعة الادوات الخاص فيها. احنا طبعا حابب انه نستخدمها في الوضع الديفولت.